السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم حبايبي ومتابعيني في كل مكان. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الرقاق، والكمية اللي قدامنا دي من كمية دي بسيطة جدا، تقريبا نص كيلو أو أكتر من نص كيلو بكوباية. شايفين قد إيه معانا طري وجميل جدا، شايفين أنا كنت طبقته ومن كتر ما إن هو طري شايفين إن هو بقى بفرده وبرجع إن أنا أطبقه تاني ولا بيتكسر معايا ولا حاجة. تابعوا معايا الفيديو للاخر، وما تنسوش يا جماعه يا ريت تحطوا لي لايك على الفيديو علشان يوصل لاكبر عدد من المشاهدين. وان شاء الله كده هنتكلم عن كل التفاصيل وعلى كل الاسرار بتاعت الرقاق. شايفين قد ايه طري وجميل جدا وطعمه برده جميل جدا جدا. ممكن طبعا تكليب لبن، ممكن تعمليه بالتكليب مع تعمليه صينيه رقاق، طبعا على حسب ما انت حابه. في البدايه انا عايزه اقول ان العجينه اللي احنا بنشتغل بيها الرقاق هي نفسها اللي بنشتغل بيها الرقاق الطري، هي اللي احنا بنشتغل بيها الرقاق الناشف. يعني لو جه حد وقال لك ان دي عجينه ودي عجينه قولي له لا احنا نفس العجينه، ولكن الاختلاف بيبقى في طريقه التسويه. عندي هنا هو كميه الدقيق، وطبعا ما تتقيديش بكميه الدقيق اللي انا حطها، حط الكميه اللي تناسبك على حسب ما انت حابه. كل مكونات الرقاق عندي يدوب اللي هو الدقيق، ويفضل استخدام الدقيق اللي هو جميع الاستخدامات. وعندي ميه، الميه عاديه جدا من الحنفيه لاني ما عنديش هنا خميرة، فمش لازم تبقى عند المية دافية. وبنزل كده هو برضو عليهم بتقريبا معلقة صغيرة من الملح، لو عايزة تحطي معلقة من السكر دوت ايه اختياري. ببدأ انزل كده هو بالمية عندي بالتدريج، ما بنزلش بالمية كلها مرة واحدة لان ممكن كمية المية تزيد واضطر ان انا ازود كمية دي، وكده هتختلف معايا المقادير، او بمعنى اصح هتختلف الكمية اللي انا عايزاها. فبالتالي بتنزلي بالمية كده هو بالتدريج على حسب ما انت حابة. تقريبا الكمية اللي احنا شايفينها قدام دي تقريبا هتاخد حوالي كوبايتين او كوبايتين ونص من الميه، بس برضو بتنزلي بالميه بالتدريج. وطبعا كميه الميه ما ينفعش اقول لك عليها لان الدقيق بيختلف من نوع للتاني في احتياجه لكميه الميه على حسب نسبه الرطوبه اللي موجوده في الدقيق. هفضل كده اهوت اعجن في الدقيق اللي عندي لحد العجينه بتاعتي ما تلم، واحصل على عجينه ناعمه ومتجانسه ما بتلزقش في ايدي ولا بتلزق في الطبق اللي انا بعجن فيه. وزي ما احنا شايفين قدامنا ان العجينة هي بدأت خلاص تلم معايا. تقريبا انا كده مش هحتاج لمية تانية زيادة، ها بس هلم كل كمية الدقيق اللي عندي بالشكل اللي احنا شايفينه ده. الرقاق من المخبوزات او من انواع العجان اللي هي بتحتاج لعجن لمدة طويلة. لو عندك عجان بتشتغلي فيها بالعجان، لو مش موجود عندك بتشتغلي بايدك زي ما انت شايفة قدامك كده هو. بس اهم حاجة تشتغلي فيها وقت تقريبا من 10 دقايق ل 12 دقيقة علشان تاخدي عجينة ناعمة، وفي نفس الوقت تبقى العجينة معاكي وانت بتفرديها ما تتقطعش معاكي، بنشط مادة الجلوتين الموجودة جوه الدقيق. شايفين العجينة اهي خلاص بدأت تلم معايا وبفضل اعجن فيها. ممكن تعجني فيها في الطبق اللي انت شغالة فيه، ممكن تاخديها برا كده هو على الكاونتر وترشي عليها رشة من الدقيق وتبدأي برضو تعجني فيها على حسب ما انت ايه حابه. العجينه زي ما احنا شايفين اهي خلاص تقريبا لمت معايا ووصلت للقوام المظبوط. خلاص تقريبا كده العجينه بتاعتي خلاص استوت عجن. شايفين قد ايه كده اهوت بقت ناعمه، وشايفين قد ايه بقت مطاطيه معايا ما بتتقطعش معايا لما بتمسكيها كده. انا يعتبر ايه خلصت العجن. انا ما حبيتش ان انا افصل معاكم الفيديو علشان تشوفوا المراحل اللي بتمر بيها العجين. شايفين قد ايه العجينه ناعمه وطريه جدا معايا، ما بتلزقش ولا في ايدي ولا في الطبق. دلوقتي بعد ما خلصت عجن انا غطيت العجينه بتاعتي بستريتش رول وسبتها ترتاح يعني تقريبا 10 دقايق مش اكتر، لان زي ما انا قلت اني ما عنديش خميره، فبالتالي مش عايزه الخميره العجينه بتاعتي تخمر. باجي كده اهوت على الكاونتر او على الحاجه اللي انت هتفردها عليها وبرش رشه كده اهوت من الدقيق، وببدا ان انا اقطع اللي هو الرقاق بتاعي. التقطيع طبعا على حسب ما انت حابه، ممكن تقطعيها صغيره تقطعيها كبيره على حسب الحجم اللي انت عايزاه. انا في الاول هبدا اعمل معاكم واحده كده هو صغيره، وبعدين هعمل كمان معاكم واحده كبيره، او بمعنى اصح هبدا ان انا اكبر بقيه الكميه. بدي كده هو ترشه من الدقيق، وبخلي كده هو حبه من الدقيق جنبي علشان لو احتجت ان انا اشتغل بيهم. وهبدا ان انا افرد كده هو العجينه اللي عندي على قد ما اقدر، بحاول ان انا احافظ على الشكل الدائري اللي هو في العجينه. زي ما شايفين طبعا اللي هي النشابه اللي عندي ديت، دي انا يعني شاريها كده هو مخصوص بالشكل اللي احنا شايفينه، دي بتبقى للرقاق الكبير. لو مش موجوده عندك بتستخدمي اللي هو المردنه او النشابه الصغيره العاديه بتاعه المطبخ اللي عندنا. وطبعا في الوقت دوت
بتصغري حجم العجينه، لان طبعا مش هتقدري تفردي اللي هو الرقاق بحجم الكبير. من وقت للتاني كده هو ببدا ان انا ادي رشه رشه من الدقيق على الرقاق اللي عندي، علشان اتاكد ان هي الرقاق ما تلزقش في بعض وتبدا ان هي تتقطع معايا. زي ما احنا شايفين كده هو الطريقه اللي احنا بنشتغل بيها دي بتساعد جدا على ان العجينه معايا تتفرد، وتبقى العجينه معايا خفيفه، وتبقى كمان تحسي ان هي ايه شفافه معاكي. بتفضلي تنشبي وتفضلي ان هو ترقي في الرقاق بتاعك لحد ما بتوصلي لدرجه ان هو تحس ان هو السمك بتاعه خفيف، تقريبا بيبقى حوالي ملي او 2 ملي، مش اكتر من كده. وزي ما شايفين قدامنا ده السمك المناسب، شايفين قد ايه ان هي شفافه وصوابعي باينه من الناحيه الثانيه، تعرفي كده ان انت وصلتي ليه اللي هو المرحله المناسبه. دلوقتي هنبدا ان احنا نسوي الفطير بتاعنا في الفرن. وانا هنا هشتغل في الفرن اللي هي بتاعت الخبيز، فانا فاتحه الفرن بتاعي مولعه الفرن فوق وتحت على درجه حراره هاديه جدا، يا دوب انا مولعاها، وطبعا سبتها في الاول تسخن. حطيت طبعا زي ما احنا شايفين قدامنا الفطيره، حطيت اللي هو الطرف بتاعها ولفيت كده هو الفطيره، فنزلت معايا ودخلت معايا جوه الفرن، بقت مفروده ومظبوطه معايا جدا. في الوقت دوت المفروض ان انا اقفل عليها باب الفرن، يعني يا دوب هي ما بتاخدش وقت معايا، هي يا دوب بتاخد ثواني بس. انا هنا هسيب اللي هو الباب الفرن مفتوح علشان بس تشوفوا معايا كل المراحل. طيب الفرق بقى بين الفطيره اللي هي او الرقاق الناشف والرقاق الطري، الفرق في مده التسويه. لو انت عايزاه ناشف بتستني على الرقاق بتاعك لحد ما يبدا ان هو ياخد يا دوب لون خفيف جدا، مش ياخد لون ذهبي او ياخد لون محمر، لا بس بتحسي ان هو ايه بدا ان هو يلون معاكي. دوت لو انت عايزاه رقاق ناشف. لو انت عايزاه رقاق طري، بمجرد ما بتدخليه الفرن زي ما احنا شايفين كده هو قدامنا، وهتحسي ان اللون اللي هو بتاع العجين الني خلاص بدا يروح. شايفين كده هو لون الرقاق بتاعي عندي هو افتح كده هو، واللون الني بتاع العجين خلاص اهو راح من عندي كده، تعرفي ان الرقاق بتاعي استوى. شايفه كده هو بطبق الواحده نصين والنصين لنصين، وبطبقها مثلث بالشكل اللي شايفينه دوت. دي طبعا علشان طريه ولا اتكسرت مني ولا اي حاجه. خرجت اول واحده من الفرن، دلوقتي هبدا معاكم اعمل واحده تانية بس عشان تشوفوا الطريقه في الفرد بتاع الرقاق. بس طبعا انا زي ما انتم شايفين كبرت الحجم في عن الاولى، يعني معنى كده ان الرقاق المره دي هتبقى حجمها اكبر. زي ما انا قلت في اول الفيديو الحجم بتتحكمي فيه على حسب ما انت حابه. برده لو الفرن بتاعتك اللي هي الصغيره اللي احنا بنستخدمها في المطبخ الفرن الكهربائي، طبعا بتبقي مضطره ان انت تصغري على حسب حجم الفرن، انما عشان انا النهارده عاملاه في الفرن الكبيره بتاعت الخبيز تمام، فاللي هي بعمل فيها القراقيش وبعمل فيها المخبوزات بتاعت العيد وبخبز فيها كميات كبيره، فطبعا انا عشان كده واخده العجينه بحجمها ايه الكبير. وبرده لو انت مش عندك النشابه اللي هي اللي قدامك ديت وبتستخدمي المردانه العاديه الصغيره بتاعت المطبخ، برده طبعا هتضطري ان انت تصغري. شايفين طبعا الطريقه سهله جدا في الفرد بتاعت الرقاق، ما بتاخدش مننا وقت، يعني يا دوب ما بتكمليش 4 دقايق بتكوني فردتي لو كمان الرقاق عندك حجمه كبير. مهم جدا تتاكدي من وقت للتاني ان انت بترشي طبقه من الدقيق على اللي هو الوش بتاع الفطيره اللي عندك، علشان الفطيره ما تلزقش في بعض وتتقطع ويبقى شكلها مش مظبوط وتغلبك، ويبقى برده في السوى مش مظبوط. والدقيق دوت مش مشكله خالص، لان طبعا احنا لما نيجي ندخلها الفرن بنبدا ان احنا نحاول على قد ما نقدر ان احنا نشيل اللي هو لو في دقيق زايد، وبرده بعد ما بتخرج من الفرن لو في دقيق زايد بيتنفض معانا عادي، يعني الدقيق لو انت زودتيه هينفع معاكي مش هيضر، وطبعا كل حاجة بالكمية المعقولة. شايفين الطريقة سهلة جدا وسريعة جدا، ما بتاخدش معانا مننا اي وقت خالص. وبكده تقريبا خلصت فرد اللي هو الفطيرة التانية عندي بشكل اللي احنا شايفينه وكده هوت قدامنا. كل ما بتكبري حجم العجينة طبعا كل ما بيبقى حجم الرقاق عندك ايه اكبر. تمام كده خلاص تقريبا انا خلصت الفطيرة اللي قدامي، ودلوقتي برضو هبدأ ان انا ادخلها على الفرن واسويها بنفس طريقة التسوية اللي احنا شفناها في اول رقاقة. وكده خلصت انا برضو رقاق وهبدا ان انا ادخلها الفرن. حاولت ان انا اقرب لكم كده هوت الكاميرا علشان تشوفي بس طريقه ازاي بتحطيها في الفرن. طبعا زي ما انتم شايفين انا لفاها على النشابه اللي عندي، بدات ان انا افردها بالشكل اللي قدامكم دوت بكل بساطه وكل سهوله. وشايفين الدقيق اللي هو نازل على الارضيه بتاعت الفرن، طبعا انا زي ما قلت الدقيق ازاي قفلت عليها يا دوب مفيش حاجه بسيطه خالص، ما بتاخدش ثواني، وبنلاقيها خلاص بدات ان هي تستوي بمجرد ما بنلاقي اللون بتاعها
بتاع العجين الني خلاص بدأ ان هو يختفي، وبدأ لونها اهوت ايه زي ما احنا شايفين قدامنا كده اهوت يفتح. ببدأ خلاص ان انا ايه اخرجها من الفرن، وابدأ برضو اطبقها بنفس الطريقة اللي انا قلت لكم قبل كده عليها في المرة الاولى كده اهوت بالشكل ده. وطبعا لازم تبقى محضرة قماشة نظيفة، شايفين كده اهوت خارجة معايا جميلة جدا مش واخدة لون ولا اي حاجة، شايفين قد ايه هي طرية. تبدأي تقسميها كده اهوت نصين، والنصين كمان لنصين، وتبدأي كمان تقسميها للمثلث بالشكل ده. اهم حاجة طبعا تخرجيها على قماشة نظيفة وتغطيها علشان تحافظي على طراوتها وتحافظي ان هي متنشفش منك. ده طبعا لو انت هتشتغلي في الفطير او في الرقاق اللي هو ايه الطري. شايفين شكلها، وطبعا حجمها اختلف عن الاولى لان حجم العجين عندي كان اكبر. ودلوقتي انا خلصت كل الكمية اللي عندي، طبعا اتبعت نفس التكنيك ونفس الخطوات اللي انتوا شفتوها معايا لحد ما خلصت كل الكمية اللي عندي. شايفين قد ايه طري وجميل جدا. وطبعا انا عملت احجام مختلفة علشان ما تقطيش على حجم معين، ما تقوليش لا ما ينفعش كبير ما ينفعش صغير. لازم طبعا تظبطي نفسك وتظبطي امورك على قد الامكانيات الموجودة عندك، على حسب حجم الفرن، على حسب حجم الوات المردنة او النشابة اللي هتشتغلي بيها. وفي كل الاحوال طبعا الجيش بيقول لنا اتصرف، وكل الاحوال بتاخدي برضو نتيجة هايلة. شايفين الكبير والصغير طبعا كله خارج معايا طري جدا. وزي ما انا قلتلك في بداية الفيديو، لو انت حابة اللي هو تختير ورق ناشف بنفس الطريقة طبعا هيخرج معاكي ناشف جدا، مش هينفع طبعا يتطبق بنفس الطريقة دي. كانت وصفتي النهاردة، وده كان الفيديو بتاعي، اتمنى ان هو يعجبكم. لو عجبكم يا جماعة ما تنسوش تعملوا لي لايك علشان يوصل بس لاكبر عدد من المشاهدين. والى اللقاء في فيديوهات تانية ان شاء الله.